الحال. لا 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 سوري. توقع انها ثانية على تلفاصل صورتين. شوف انا احب السالفة القصيرة الحلوة. السالفة كل ما طالت مسخت. كل ما طالت مسخت. بس اذا كان فيها على حسب الشخص طبعا. تشويق اذا فيها تشويق. في شخص لا في شخص يجيك شوف ما شاء الله عليه تلقاه ولا سرد لك قصة يا ولد تستأنس. وفي شخص لا بالله حتى لو سالفة لو قصته حلوة خايسة من حلقة خايسة والله العظيم. فالقبول من الله ولا ما شغل. وش اطول سالفة قلت سمعتها مني؟ ترى مثل اخوي رجع صادق. انا من سولفت على وجهي والله العظيم. شوفني قرك دايما لا اقطعك ادري انك تستهد ما توقف. اطول سالفة جبتها يوم طلعت دقائق يمكن يوم طلعت تمشي دقيقة وعشرين صح؟ لا يوم طلعت تقول وين؟ طريف. ايه اوه يا طول هذيك الحرام اجاني لها مشكلة. يا تمشي مالها وروح الشمال. هذي وين؟ سولفت تلبس ولا فوق البث؟ ما في البث فوق البث توقع فوق البث او في الدور الثاني؟ احنا جالسين شلون فوق البث في الدور الثاني؟ دب هذي احنا جالسين في الهنجر فوق البث يعني السطح. يا حبايبي يا ابو محمد عميق حتى بالثبات عميق يا رجال. هذا ابو محمد ما تلاحظ انه صار في بيني وبينك تاتش في حساسيات بيني وبينك. بس ايش رايك؟ ايش قلت لك اول برنامج؟ قلت لك يوم تسير راح تخرب بيني وبينك. ما اسمع جينا تسير زين اسمع الحين نبي نجي يمكن اليوم تطلع على البدايه يمكن تطلع انت فاخربها معك. تصدق يمكن اطلع. اسمعني راح اواسيك ما راح اواسيك لا لا تواسيني والله لا اشكرك تفضل اسمعني خليني اقول لك ايش رايك بما ان احنا يعني ايش رايك نمشي الفيلم ونخليهم يصمون علينا اوه مزعلين والله مشي خلاص انا معكم ولا لا انت انت بيننا سولف معنا يعني جالس برعايتي هذه قصه واحد رايح للبنك ايه أيوة. عادي عادي يطلعون فيني ترى اسلم اسلم واحد رايح اسلم الله يبلانا بس اسلم يبغى ياخذ له قرض سالت كساني ما ضحك خلاص يعني بياخذ القرض مو بان ترى قاعد احكي ذا ايه ادري اقول اقول قل له قل له لا يسولف واجد ها اوكي طالع يبغى رايح البنك بياخذ قرض هو كبير يعني في السن شوي باقي له كم سنه وبيتقاعد فقالوا ما نعطيك عاقل هو ها؟ عاقل كيف عاقل؟ يعني عاقل هو ايه يا ولد انت ما تسكت رجال العاقل ان شاء الله واحد يصير مثله انت ما تسكت ان شاء الله يعني ان شاء الله واحد يصير مثله عاقل انت ما تسكت ايش من يدي؟ ها؟ خلاص مشيت يدي بس انت ما تسكت ليش تمد يدي؟ الرجل قاعدين يتكلم ليش تمد يدي؟ انت مثلا انت خلي الرجل يتكلم انا خليه يتكلم كيفي ما حد يعلمني يعني شلون اخليه لا يعلمك رجاء رجاء محمد نخرب قدام البيت خليت اعتبرت الهدف ايه خلاص اللي طلع صابرين عليك ذا اليوم كلها وانت رجال ما مخطينا السنه اسلم اسلم ما اخذ اسلم انا بس اكثر واحد كان يخانق نفسه انت السالفه لهالحاله انت ايه انا ايه الحين هو دحين يقطع السوالف ابو محمد ايه ابو محمد رحت اقطع الخضره اليوم وجيت تسكي معي هنا اقطع سوالفك سولف علينا لا وجه السالفه صدق اوف الذبه اسلم اسلم المهم وقالوا نعطيك ادري خاطرك ضحكه بس من قال قالوا نعطيك 750 او 800 الف قرض ايه خلاص صمموا خلاص صمموا والله شنو ما ابغى قرض هذاك النوع الثاني بعد كم بعدين ايه عرفت عرفته فالمهم 750 دي ما تسوي له شيء لا هي اللي يعني رجع ما عنده ارض يبغى يبني له بيت لا وما بقى طيب. بيت اليوم دي بتقاعد يعني ما في ابو اللي خلص 12 اسلم اسلم ايوه اسلم ياخذ له قرض يبني له بيت نتكلم فينا موضوع على المسرح اسلم ايش تقول يا ابو المهم وين وصلنا عند 700 ما تكفي ما تكفي قال بشوف وازيد برجع لكم بعدين طلع يوم طلع من البنك وركب سيارته وشغل لين في واحد يدق الشباك حق السيارة يفتح لذا العامل اللي شغال في ينظف البنك
العامل سمع الفيلم كله وسمع قال هو ما يعطيك فلوس؟ قال ما اعطاني بس قال ليش؟ قال له يعطي 700 انا ما ابغى 700 ما يكفي 700 قال يبغى مليون ريال اخسر عامل نقول العامل اللي شغال في البيت يبغى مليون ريال يقول انا طالع اصدق اكذب عامل يقول ترى مليون ريال البنك بكبره ما اعطاني مليون بيعطيني العامل يقول قلت له والله ابغى مليون ريال خلاص الساعة مدري كم بعد ما ينتهي الدوام الساعة 5 عصر غرفة انا حقينا ورا بنك والول تعال ان شاء الله خير عاد هو صبح رايح البنك صبح يقول رحت للبيت وساكن مع حاله السلام عليك السلام مرحبا برد مرحبا مليون شخصنا المهم حاول شخصنا معنا يقول راح للبيت يقول قلت بريح الى بعد العصر بروح للعامل يقول يوم جيت على السرير يقول اتقلب على جمر الغضا واتقلب يقول عيا يجيني النوم شايل الهم كيف مليون عامل يعطيني مليون معقوله كسب. يمكن العامل يبغى يسوي امر يسوي فيني شيء ولا بيذبحني ولا يسوي جني ولا بيطرحني في جريمه يعني. ولا مشكله ممكن هو يقول احلها هو من لا قلت يا ولد خلني اروح واشوف نهايتها مع العامل ذي وش يقول واروح له بينما انت الدوام صبح جاي لا ما في طفينا من تحت صحيح يعني يقول صبح جاي شلون ما في المهم يقول اشغل بعد العصر يقول بعد ما صليت العصر واروح للعامل يقول ايش لينا لابس الفوطه ذيك حقته يقول انا تحراني هلا صديقك عاطف يبغى فلوس يبغى فلوس قال اسمع انا اعطي مليون ريال يقول يجيب لي كيس الاسود ذا يقول افتح تعين هل تمسك الدراهم صدق ولا مزوره ولا يقول الدراهم صدق يقول قال انا اعطي مليون ريال لكن يبغى حل ايش حل قال انا ما ابغى انت يعطيني فلوس انا اعطي رقم حساب انت كل واحد شهر حول فلوس على رقم حساب ذا رقم حساب دولة ثانية اهله لانه هو عامل راتبه مدري كم ما يقدر يحول المبلغ ذا كله شو منين للمليون وين كنت طلع عنده بل المهم قلت خلاص قال لي اخذ الدراهم بكره يقول انا بكلمها لي هناك رقم حساب عشان قال خلاص يقول انا اخذ الدراهم وانا امر صرافه حقه البنك يقول انا ادخل 5000 مدري كم وانا اودع لين هي مودعت يعني ما هي مزوره دراهم حقيقي مغرب خلاص مغرب ولا تونس المهم سلام. الله يا محمد الله يقول انا وانا انزل خلاص تصميم خلاص يقول انا انزل للديره لبيته انزل بكيسي للدراهم يقول اجي عند المرهن ذا انا شوف امي موجود هناك 60 يوم روح السماء 70 اليوم 69 لا هو مدينه متاخر وش مستعد مبدع ما شاء الله حلو تحت يقول 70 قال انت يعني ديال متاخر 60 حاسب لك قدام انت بعد مع بغرفه المطبخ قال انا جيت في 60 وكريت الجو عليك انا قلت 60 انا جيت في يوم 21 وكريت الجو عليك يا مخلط صح ولا لا اي الله يهديك الله يهديك ايمن جديد هذا يقولون اي والله متى انا كان مخلص شغلي خاطرك وين ابو النجم ولا ابو المرور هذا من وين ذا من الكويت لا جاي من صوت ابو النجم وين ابو بخيت احنا على ظهر سالفه على ظهر سالفه ليش مع البطن هاي وو مره على ابقى راسه تكفى يقول انا انزل البيت لا مره تكفى سعد الله يهديك يا سعد تسلم سعد الله يهديك يقول انزل البيت للمره مش دراهم ولد الدراهم دي من وين؟ انت لكم مسوي مصيبه لكم طيب انا ابغى البس لا مسوي مصيبه ولا حاجه والدراهم دي علمها
يقول انا اروح يجي معه قسم بالله يقول اتفق مع واحد شارع ارضي اتفق مع واحد انه يقوم العمارة يقول على اساس اني اليوم الثاني بروح للعامل زينه حلو البنك اخذ رقم الحساب اصير بعدين احول له كل شهر احول له رقم الحساب يقول يوم رحت للبنك جمهورك واجد اسال عن العامل ادوره ما لقيت خفان وين العامل وين العامل وين العامل واعطاه المليون اعطاه حلو بس رقم حساب باقي معاه يقول انا ادخل انا اسال القى في عمال ثانيين وين روح عادي وين العامل وين يقول حتى ما اعرفه ما اعرف شكله بس يقول العمال موجودين ما موجود يقول انا سأل من تقصد الشايب ذاك قلت لك الشايب كان هذا اليوم الصبح جاء مدري نقل الى مدينه ثانيه قال طيب دحين ابغى اتواصل معها ابغى رقمها ابغى شيء سنابه هذه خصوصيات الموظفين شيء ما نقدر نعطيك ما علمه بالسالفه يقول يمكن اسبوع او اسبوعين شيء عليهم يبغى عشان يحول الدراهم ياخذ رقم حساب عشان يحول الدراهم لا يحول خليه سبعه صغر مليون المهم ما اخذ المليون هو خذها بس تلس في ذمتك ما تدري المليون حرام ولا حلال ما تدري ما تدري بس العامل يقول اجلس يمكن اسبوعين او شهر يقول انا كل يوم قال بيجي بعد شهر يقول اجلس عند البنك امر اسال عنه عمر اسال عنه فلوس تغير من فلوس يقول اخر الشهر البنك اعطاها عاد مضيها الرجال سكن عمارته من فلوس المليون من فلوس المليون حقت العام نسيت مضحك والله سكن عمارته ودق له مدري الموتر مدري شو تصميم مضحكوا عشان تصميم والعامل راح في الطريق انا كم مثلهم ما ضحكوا يجيني تصميم تاريخ قاعد اضحك مع الخبر الصحيح فيقولون ما يطلعون العمال يطلعون والله انا عصب بالله يفرمنا هني برضه يقولهم ليش ما يضحكون؟ تبون تصميم يضحكون؟ لا ما نبغى التصميم حق ايش؟ نبغى قهوه زعل تكفى خله خله تكفى خله خله بسوي شيء بسوي شيء تبي زمزميه؟ لا اول قهوه قهوه لا لا دقيقه بس بعطيها بعطيها والله تكسرها ما بكسرها ولا بعطيها ترى اثنتين هنا لا نزل 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 والله بعطيك بعطيك كثير اللي ام زقم خلها منك بعطيك اياها هاي تدخل في عينك عين هيل عين عين رد بعطيه يا والله امسك مخلد يا ولد لا لا لا, لا 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 يا المريض اكل كاستيلا هاي تبي قهوه ربنا يهديك زعون يا ايش هذا يا حط راسك انا صب القهوه نشرب معي زين قول فيه وانا نم ما داري زين المهم سعد شلون ما شاء الله سعد مره مريح لا لا انت بتسوي دعايه المخده خلاص يصبوك سعد خربان ايش عنده؟ ما ادري سعد اليوم صناعي انا معيني على شحن انا معني اقول له شوف لا لا يا سعد مواصل وانت حاط عشان كذا هو خارج توصي سعد علي انا شوف شلون توصيته كل اللي بيقدر الحين هو يتكلم ابشر بخصم عندك رياضه شيء؟ ها؟ عندك رياضه؟ لا مدرب موجود حلوه مبدع والله ريالتي عالي والله جدا والله العظيم انكم رايحين ابو محمد والله اخر واحد حقته خرب البرنامج انت حقته ينسي فهم اسكت ما يسمعكم يا وقعتوا فيني خلاص انا بسير نفسيه والله العظيم راحت سمته وش انت لا لا كمل يا حليله هو يستذكر الحين يستذكر وين انت تساوي وقفنا هو عند البنك شهر خلاص عطى راتب 2000 وراح يعني متعمد الحين يعني مثلا انت راقب اكثر من طيب متعمد ها متعمد كيف متعمد متعمد انك تم سرقته انا امسك انا لا والله ما متعمد اكيد والله انا قاعد نسولف احنا ثلاثه احنا يوم بس انت تستاهل خلاص مخلد بعطيك اياه انا اللي خربتهم اليوم تعرفون يمكن اطلع اليوم هاشتاق يعني لازم يعني هذه من ضريبه دمي يا دمي يدرون يعني سوالف 70 يوم سوالف اليوم بالتصميم يزعل منكم يضرب راسهم من الشجر كم اي واحده فيهن فيهن هذه يا ولد والله خربان خلاص ها خربته خربان قايل لك من 25
قلت قولي لك سالفه بعد انا اكربها اترك سالفه والله لو وين صايد طلع شخصيتي اقسم بالله طلع شخصيتي اللي تحت البه والله وقسم بالله ممكن ياخذ من الجمهور ايه شنو المركز الاول من كثر ما يقولون تحت البه البث ذا غدا سرير تسمية لكم تضحكوا من شيء نسيت يا ولد لا نضحك صدقيك اي قطه قطه اضحك صدقيك هو شيء بصدره انا في شيء انا خايف من اللي بصدره بس ما ادري وش الله اشوفه الحين مدقق على التصاميم اليوم الايام هذه ليش عندك ها يعني لي هدف صح؟ ايه في شيء بصدره اليوم التريلات لا اليوم ما ادري اليوم ادعم التريلات والله انك دعمت انت بشير دعمت التريلات خلاص اللي قبل شوي لا عادي عادي بسيطة ما خليت قهوة خلاص ورجع الصدمة جيت بالصدمة الحين لا 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 بشيرك طلبتهم وقالوا ابشر عشان خاطر ايمن نطلعكم جاهم ما جيتهم تحزن جيتهم الله يسعدك تحزن جيتهم 12 لايك 12 لايك؟ ستة جمهور ستة جمهور ولد هو ما يطلع انستغرام ما تشوفه مدقق على التصاميم اه تبي تيك لا تبي صدمة ننطق ننطق للساعة 9 من الليل والله كانت 1005 لا اليوم اضحك التصاميم تكثر والله العظيم جا منين عزيز انت ساكت اضحك ولا مو مجيك تصميم والله لا كيف مو مجيك تصميم يحطون عليك عزة حقتها دي لا ما دخل عزة ما فيها دقة صح ترى ما جيتها تعال تسكسوت قول بقالة ايش تبي؟ ايش يقول ذا؟ من اسمه علي بالابدان اذن علي يلا ترى ايه ترى ما جيتها هلا ما جيتها اقول انا طلبتهم من الكاميرا هذه يلا جيتهم قلت لهم ابو طالب انا طالب بكم وهذا وهذا ما ادري يلا ابشر رحت خذيته من راسي قلت تطلع والله احتزب اصلا الحين طالب من كذا شوي خليني اقوم ادري من انت الحق؟ وانت كذا منتحر ولو حاطها لنا كذا قبل وين؟ قبل هنا 70 يوم ما دامت قبله ثاني لا 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 انت قدام دي شخصنا مخلد او قدام لا لا يمين على ايه اسمع للحين صدق والله صدق دقي لا لا اي لا 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 اي يمين انا خاف منه أيوة. لا لا يسار 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 ايوه ما بيشوفه يسار يمين شوي تكه بس يمين حط وجهك صوبه وجهه اوكي عاد مع الاذان ذاك عادي يصير ها